اسمي انا اوفيشلي اسامه علي شويدي باهي، لكن هيك بابليك سامي يقول للجماعه. في ابريل 76 تقريبا معمر خطب في سلوق منطقه برا بنغازي ب 60 كيلو تقريبا، وفي اثناء الخطاب قال لنا فيه مجموعه من اللجان الثوريه بتخش على الجامعه بيصفوها من الرجعيه، والهني الرجعيه اللي هم احنا يعتقدوا فينا. فهذاك اليوم ما مشيناش للجامعه، انا شخصيا ما مشيتش للجامعه، خفت بصراحه. قعدنا في البيوت يوم 8 ابريل او 9 ابريل انا تم القبض علي وحطونا في السجن في الحرس الجمهوري في طرابلس في بنغازي. انا داروا لنا محكمه، انا خرجوني اخلاء سبيل، والمجموعه اللي كانت معايا ما بين مساكين اعدام المؤبد. كنت مطرود من الجامعه، بعد طلعت من السجن لقيت نفسي مطرود، عديت للمحكمه وبواسطات هكي وهكي رجعت للدراسه. بعد ما درنا الامتحانات بتاعنا واللي هي ادت للتخرج يعني بالنسبه لي انا، تم اعتقالنا. وبعد الاعتقال ادرينا بان فيه مجموعه من البنات كانت جميله وكيف ما ساره وصوفيا الله يرحمها، وكنا بتهمه تنظيم شيوعي. هن قعدوا معانا فتره وبعدين اطلاعا لان كانت من صعبة حتى تسجن بنت كانت هذاك الوقت يعني جديدة حتى على ليبيا أن مرأة تدخل السجن وتبات في السجن وكذا، يعني كان من أوائل البنات اللي سجننا في عهد معمر القذافي. هذا نحن أول ما اعتقلنا حطونا في 7 أبريل هنا في معسكر اسمه 7 أبريل. هذا تم فيه قعدنا فيه شهر ونص تقريبا أو شهرين. ماتوا معانا اثنين من زملايا، واحد مات قدامي هذا اسمه ناجي بوحوية الله يرحمه، هذا محامي هو. قعدنا شهر ونص تقريبا في 7 ابريل هنا، وبعدين تم تكتيفنا وحطونا في سيارات وشلونا لعند طرابلس مكتفين من لقدام ومنكرعينا ومغصبين عيوننا لعند طرابلس. رحله كانت عذاب جدا بصراحه، والشهرين اللي شفناهم في 7 ابريل هذينا انا قعدت بعد 7 ابريل 6 شهور تقريبا ما نقدرش ناكل ولا نشرب ولا نغسل ولا، لان ايديا قاعده انقلات هيك لمده سنه تقريبا. كانوا الجماعه اللي بعد شفت الجماعه كنا انفرادين انا. بعد تقريبا 6 شهور شفنا بعض. فقعدنا هم اللي يغسلوا لي الدخان يحطوا لي في الدخان، هم ياكلوا فيه هم. كنت انا واثنين اخرى، واحد اسمه فوزي الشامي، علقونا في زي الثريه هكاي من يدك. أنا قعدت من المغرب في رمضان لغاية الثاني يوم معلق، فالأعصاب أنا تعبان يدي أنا معش. بعدها قعدنا نديروا في علاج طبيعي بأرواحنا وهني، ومعانا دكاترة تم هم اللي يمشونا في الأمور. وبعدها تم تحقيق معايا في بوسليم، وبعدها قعدت فترة طويلة أسبوع أخرى تقريبا، وتم مقابلة تمت مقابلة معايا حياة الصادق في بداية مايو تقريبا قبل إعدامه. أنا أذكر قبل إعدامه بثلاث أيام أو أربعة، لأن كان في المقابلة خليفة حنيش هذا الرئيس الاستخبارات كان قال لي إن بنعدمه هذا بعد يومين أو في بنغازي. أنا علمت إعدام الصادق من خليفة حنيش في أثناء المقابلة في سجن بوسليم، بس من هذاك اليوم الى ما شفته الله يرحمه ويسامحه الى الان يعني علمت انه هو اعدم في هذا المكان اللي هو في المدينه الرياضيه اللي تو الان دايرين فيه اللقاء هذاي. وانا كنت سبب في وجود اللقاء في هالمكان هذاي لاني نبي نذكر نفسي به بصراحه، لاني يعني لي من 80 انا ما جيتش للمكان هذا بهذا سبب.